كنت بدك شنطة صغيرة تحط فيها عدسة مثلا مع بدي كاميرا مع فلاش، او اذا كنت بحاجة شنطة عملاقة تحط فيها كل معداتك ان كان كاميرا مع عدساتك، توصل لحد 8 عدسات، فلاش، مايك، باور بانك، سماعة، سبيكر، الفلاتر الى اخره. فهذا الفيديو راح يكون لك. اليوم بدنا نعمل ريفيو لشنطات الكاميرات من شركة K&F. شكرا لشركة يوكام لتزويدي بهاي الشنطات ولرعايتهم لكل فيديوهات مراجعة معدات التصوير. خلينا نبلش. بلش بأصغر حقيبة فيهم اللي هي الألفا سلينج باج. سلينج المقصود فيها انه بتنحط على ظهرك، يعني لما تمشي فيها ما بتيجي حزامين مثلا او باك باك، اللي هي انت بتقدر تحركها، تكون انت لابسها على ظهرك فجأة تحركها لقدام او تخليها على جنب عادي. وفي لها طريقة مسكة ثانية، في لها هاندل من ورا بتقدر تمسكه وتعتل فيها الشنطة هيك عتل اذا بدك. فهاي هي فكرة السلينج باك. بالنسبة للألفا سلينج باك فكرتها للي بيسافروا كثير، لانه بداية بتوسع كاميرا وعدستين، يعني طبعا مش عدستي، ممكن نجرب عدستي الكبيره 28-300، فانا بقدر اثبت فيها بالراحه كاميرتي مع عدسه 28-300 او 70-200 بغض النظر 100-400 كله بوسع هون، او اذا بدي او ممكن عدسه ال 24-70 بالاضافه لعدسه زياده ممكن انا اضيفها جوا. بس لاحظوا انه هيك راح يضربوا في بعض، يعني هيك العدستين راح يخبطوا في بعض. فشو بعمل؟ في من جوا الشنطه نفسها قواطع فواصل، بدي اطلعهم الشنطه بس مشان سهوله الشرح. ففكره هالقواطع كالاتي: لنعتبر انه الشنطه مسكره وهي الكاميرا والعدسه موجودين جوا. اذا بدي افتح مجال لعدسه ثانيه احطها بالشنطه بقدر اطعج هاي لهون وهيك ما بخبطوا في بعض العدستين، يعني هاي صار في فاصل هون. وكمان نفس الشيء اذا بدي اخلي الكاميرا بالطول هيك من فوق في فواصل على الجهتين، بقدر اسكرهم من الجنب يمين ويسار، اخلي الكاميرا بالنص مثلا، اضيف عدسه على اليمين وفلاش على اليسار. فهي هي فكره الشكل الغريب هذا اللي جاي، اللي هو بس بكل بساطه قواطع جوا الشنطه منها وفيها. فهيك انا بقدر اسكره احطه جوا الشنطه. اذا بدي افتح مجال لعدسه هون على اليمين برفعها زي هيك وبصير في مجال لعدسه هون وكاميرتي هون بدون ما يخبطوا في بعض. فهيك وضعها بيكون ممتاز جدا. بالنسبه للجيب، في جيبه اماميه فيها علاقه مفاتيح تقدر انت تفصلها وتشبكها بكل سهولة. فيها كمان جيب صغيرة للبطاريات للمموريات إذا بدك تحطهم، ممكن نحط فيها شنطة الفلاتر. وفي جيبة للأشياء المهمة اللي هي محفظتك مثلا إلى آخره، المعلومات المهمة، جواز سفرة. هاي الجيبة بتكون ملزقة فيك، يعني هاي لجهتك بتكون. وغير هيك في جيب جوا، هي واحدة هون بقدر أضيف فيها كمان سلاك او الكلر تشيكر، ما بعرف بغض النظر عن السبب. وكمان جيبه ثانيه هون بقدر اضيف فيها اللي بدي اياه، مثلا بدي احط المايك الوايرلس او بخليه برا زي هيك وبتوسع. طبعا لسه مع الهدات، هي هود 17-40، هود ال 24-70 جاهز. بدي احط مثلا المنفاخ، ممكن احط الفلاش بالطول. الشنطه بتوسع صراحه رهيبه، اظن انها 10 لتر قياسها، بس هيك بتوسع وبقدر اسكر عليها، بقدر امسكها من هيك من الجنب اطلع فيها امشي فيها الى اخره، او بلبس الحزام. بس ظل في اشي اخير من تحت، في الها احزمه بسيطه. شو الهدف منهم؟ انه انت تثبت فيهم الجوريلا بود او ترايبود صغير موجود معك، فانت بتقدر توسعهم. هاي بدي ادخل رجل واحده مثلا زي هيك، فانت بتقدر توسعهم. هاي بدي ادخل رجل واحده الاولى مثلا من هاي الجهه وبقدر اكمل على هاي الجهه، وهيك بيصير الترايبود او الجوريلا بود معلق بالشنطه من تحت. فهيك انا جاهز اني اطلع بالشنطه كامله. نحكي هلا عن الاكبر منها شوي، هي 10 لتر لسه مقاسها تقريبا، بس هاي الشنطه هون مفصوله بتقدر تحط فيها فلاش اللي بدك اياه. هاي هي الكيند اف سلينج باج كروس بادي باج. اوكي، الاسماء شوي غريبه عندهم، يعني ما عندهم اسماء 32 كي اف كذا، عندهم هاي المسميات زي اللي طالع عندكم على الشاشه. بكل الاحوال فكره هاي الشنطه زي ما سمعتوا سلينج باج. ايش فكره السلينج باج؟ اللي هو انت تكون حامل على ظهرك وفجاه تحول على جنبك مثلا بدك تطول الكاميرا، فمشان ما تفتح كلها موجود هون الكليبسات، هاي بتسكرها وبتفتح بس من الجنب. فهاي الكليبسات بتمنعك انك تفتحها كلها، وبتفتحها وبتطول كاميرتك. هاي هي فكرتها. فاذا بدك تفتحها كلها بتفك هذول الملاقط او الكليبس، بعدين بتفتح السحاب على الاخر، وهيك بتشوف ايش محتويات الشنطه من جوا. خلينا نشوف شو بتوسع. بدايه في موجود هذا الريبون مشان يشبك الديفايدرز، تقدر تفصلهم بالكامل وتشكل الشنطه زي ما بدك. فهي بتوسع كاميرا مع عدستها، عدسه ثانيه 17-40 مثلا هون، ممكن نحط عدسه صغيرة ال 50 ملي انا مش موجوده عندي حاليا، او ممكن نحط شنطه الفلاتر وبتوسعهم بالكامل وبسكرها. فهي هي فكرتها السلينج باج، انه انا بسكرهم اذا بدي اطول الكاميرا بسرعه بفتح على السريع بطول الكاميرا بصور فيها وبرجعها وبرجع بسكر طبيعي. وبالنسبه للفتحه اللي فوق ممكن احنا نحط فيها فلاش، سماعه الى اخره، بتوسع كل شيء موجود. هاي بقدر احط فيها فلاش مع السماعات الوايرلس
وبسكر عليها، وعلى الجنب اذا بدي بقدر احط الترايبود او الغوريلا بود. فهي كمان للترحال، بس فكرتها انه فيها جيبة اوسع تقريبا، تقدر تحط فيها معدات اكثر. للتأكيد ما في اي جيب ثاني ورا، لكن في جيبة على الباب من برا زي هنا تقدر تحط فيها البطاريات او الممريات. زي ما تشايفين كمان القواطع فيها مفصلة بالكامل، بتقدر انت تفكهم كلهم. بقدر ألغيها من هون مثلا، بدي أثبتها أكثر لهاي الجهة. هاي القواطع فيها زيادة مشان أنت كمان تقدر تقسمهم، أو بتقدر تشيلهم كلهم إذا بدك تحط أواعي أو إذا بدك تحط أي أشياء ثانية بالشنطة، مش هدفك بس تستخدمها للكاميرا أو للتصوير. فهذول أنت كلهم تقدر تستخدمهم، القواطع والفواصل، مشان تقسم الشنطة براحتك. نحكي هلا عن الكيند إف بيتا باك باك 18 لتر، هاي الفيرجن 1. هاي شنطة لكل المعدات، يعني المفروض يوسع فيها كل شيء. هلا الجيبة من الامام ما في شيء، من ورا فاضي، بس انه شيء بريذابل، وهاي مشان تحط على شنطة السفر. ومن الجنب مشان تحط فيها الترايبود او هون مطرة مي، ومن هون الترايبود اذن. ايوه تقدر تفتح هاي الجيبة مشان توسعها للترايبود وتشبكه من هون، تقريبا بصير زي هيك يعني. والجيبة الأمامية بس إشي بسيط جدا، أنا بهمني شكلها من جوا، بوسع فيها التابلت أو اللابتوب تاعك، بس أظن هاي بتتحمل لحد لابتوب 13 إنش مش الكبير. وفيها جيب هون إذا بدك تحط فيها فلاتر، وبتقسمها وبتوزعها وراحتك. في هون عندي كمان بيجي جوا الشنطة اللي هو الرين كفر، هاي أنت بتغطيها مشان إذا كانت الدنيا بتشتي، فبتعمل الشنطة كلها مضادة للمي، وبتوسع زي ما تشايفين. 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمان عدسات تقريبا، مع عدسة كبيرة 28 300 نحكي، وبتحط البادي بوحدة منهم. فإحنا بنحكي تقريبا عن ثمان عدسات وبادي كبير، وبتقدر أنت تقسمها براحتك. يعني كل هاي القواطع أنت بتقدر تفصلها وتقسم الشنطة براحتك. ما بدي أحط فيها معدات كثير لأنه واضحة، يعني مثلا هاي هون الفلاش، شنطة الفلاتر، إذا عندي باك اب باتريز كمان بخليها هون، المايكروفون، عدسة 28 300 مثلا. فهاي نحكي البيسك، شنطة أساسية للي عنده أكمن عدسة وأكمن بدي وبده يحتفظ فيهم بشنطة متينة وممتازة. أظن البيتا باك باك هاي ممتازة إلك. ما في أي شيء ثاني أشرح عنها، يمكن بس إنه مثلا السحاب هون ممكن أنت تحط عليه قفل إذا بدك تشبكه، وتسكر الشنطة بالكامل إذا بدك تحافظ على أمانها. نروح للأكبر منها شوي اللي هي البيتا باك باك 25 لتر فيرجن 2، هاي الجيل الثاني. بداية فتحتها مش من قدام، يعني هاي الفتحة الأمامية بس مشان تحط فيها إكسسوارات وجيبة، تحط فيها التابلت، فيها الرين كفر، بدك تحط فيها باور بانك، بدك تحط فيها قلام إلى آخره. عاد عن الجيبة الأمامية هاي بسيطة كمان إذا بدك تحط فيها محفظتك أو إشي فاست أكسس. وفيها كمان هون فتحة إذا بدك تطلع منها سلك السماعات من جوا الشنطة، تقدر تمده. وعلى الجنب في جيبة للترايبود من اليمين وفي من اليسار، بس هاي مش للترايبود، يعني ما بتقدر تفك البكل عنها، ما بتقدر تفك الملقط عنها. هاي بقدر أثبته مثلا زي هيك وأحط عليه الملقط وسكره. طب كيف بدي اوصل للكاميرا والعدسات؟ من ورا، هذا اللي انا بحبه، لان هي الانتي ثيفت بسموها، انه مضاده للسرقه، انه انت مشان توصل للعدسات والكاميرات لازم تشلح الشنطه بالكامل بهاي الحاله. فهي ما بتفيد اللي بدي طول الكاميرا بسرعه، هاي مفيده للي بيطلع هايكنج مثلا او مصورين لاندسكيب. هاي هون في مدخل للتابلت او اللابتوب، اظن هاي للتابلت مش اللابتوب، هاي مش كثير كبيره، اتوقع الشاشه 13 انش يعني. وزي ما انتم شايفين من جوا كمان كل شيء بتقسم فيها، فبقدر احط كاميرتي الكبيره زي هون مع عدسه 28 300، او بتقدر تفك هذول القاطعين الاثنين وتحط عدستك الكبيره اذا بدك تصور على ال 100 400 او على ال 500 ملي او 600 ملي. وباقي شيء العدسات والمايكات نفس التقسيمه، يعني هاي بصراحه ما بده شرح كثير اوفر، يعني اتوقع واضحه قدامكم. بسكر عليها وهيك خلص جاهز. فهي طبقه حمايه اولى، ممكن اذا بدي احط شيء هون ثاني، قطعه قماش، ما بعرف، ممكن ريفلكتر، وبرجع بسكر عليه. بصراحة بالنسبة لي هاي أحسن شوي من البيتا باك باك 18 لتر، هاي أوسع شوي، وهاي الفواصل فيها بقدر أركبهم على الداير، يعني الريبون تاعها الفيلكرون، بس ما في أي شرح ثاني زيادة عنها، يعني كمان هاي بيسك، فأنت حسب معداتك أو عدساتك، أنا بنصح بهاي، يعني ال 25 لتر بما إنك أنت جايب هيك حجم كبير، وعد عن هيك الستايل اللي موجود عليها من قدام اللي هو ستايل الجيش تقريبا، التكستشر اللي موجود، هذا الستايل مختلف عن ال 18 لتر، يعني لو بدك تعمل مقارنة فيهم جنب بعض. هذا التكستشر او هذا التكستشر حسب انت شو حاب لك لشغلك اكثر. هلا دخلنا على اشي مختلف شوي، يعني مبين من الشكل. هاي الكي اند اف بروفيشنال كاميرا باك باك 25 لتر، هاي 25 اللي قبل كانت 22 لتر، اسف لخبطت بينهم، بس واضح من الكربون فايبر تكستشر اللي موجود هنا، هاي جدا خرافيه. وفي اشي انا اول مره بحياتي بشوفه، يعني قبل ما افتح الشنطه طلعوا من ورا، انا ما بعرف شو هاي، انا صراحة اول مرة بشوفها، اللي هي الحزام نفسه بتكبس وبفك، يعني مشان اذا مزعجك مثلا، فانا بقدر افك الحزام، يعني يا رجل واو خلص، وبقدر افكه من هون، اشيل الحزام كله، افك من هاي من هون، افك هاي من هون، وخلص هي صارت الاحزمة لحالها موجودة. يا اخي فرق، يعني الكواليتي واو مبين صراحة.
التكستشر هاي خرافية. بس شو هاي الفكرة؟ هاي عليها براءة اختراع، مش عارف يعني جديدة. تكبس مشان تفك الحزام. بكل الأحوال يعني هاي في لها إيد من الجنب من هنا، ما إلها من الجهة الثانية. بعدين بحكي لكم ليش، أو خليني أحكي لكم هسه. يعني بكل بساطة، إذا أنت لابسها على ظهرك وبدك تلف الشنطة وبدك تفتحها من الجنب اللي هو فاست أكسس، تقدر تفتح من هنا وتطلع الكاميرا. فبلفها بفتح زي هيك بطول كاميرتي وبصور. الفاست أكسس أو الوصول السريع هاي خاصية جدا ممتازة صراحة بشنطات الكاميرات. بس أنا هاي مبين عليها يا أخي، واو يعني واضح صراحة. فهون أنت ممكن تحط درون إذا بدك، أو تحط ترايبود، مع إنه الجيب اللي هون هاي بتمط، هي واضح من هون الإلاستيك تاعها أو الريبون تاعها، تقدر تحط أنت فيه الترايبود، وتقدر تحط من الجهة الثانية. لازم أجيب الترايبود الكيند إف الصغير صراحة، كثير صغير وخفيف. الغوريلا بود صراحة بيغلب هذا اللي هون، يا أخي كثير بيغلب لما أستخدمه صراحة الغوريلا بود. يعني هاي صراحة غلبة، بنصحكم ما تشتروه، يعني نادرا ما استخدمه، بس انا حاطه كمثال للشنتات. شيل الغوريلا بود ونشوف هلا بالنسبة للشنتة يا اخي واو. طيب هذول هلا مش فك، بس هي هوك بسيط، هي بتقدر انت تفكه بكل سهولة. ممكن انت تضبهم هذول الهوكات بالشنتة ما بهموك. وبقدر افتح من هون، نطول نشوف الجيب الأمامية مثلا. فهون انا بقدر افتحها مشان نكشف الكاميرات والعدسات اللي موجودة، وانت بتقدر ترتبها مشان الفاست اكسس زي ما حكينا انه كاميرتك تطلع من هون مباشرة. وهاي القواطع كلها انت بتقدر تفصلها، يعني واضحة زي بقية الشنتات، بس من فوق مسكرة ما بتقدر انت توصل للجيب اللي فوق. هاي جيبة منفصلة، انت بتقدر تحط فيها معدات ثانية، ممكن الدرون تحط فيها الفلاشات الى اخره. صراحة رهيبة. هاي الكفر تاعها ما في اشي من جوا صراحة. القواطع هاي كلها مش مهمة بالنسبة لي. عجبني التكستشر تاع الكاربون فايبر صراحة. يعني هلا اذا انتبهتوا يمكن في سحاب جوا. هاي اذا كانت الكومبارتمنت او هاي الحجرة كثير فيها اغراض بدك تتحشهم، فانت بتقدر توسعها عن طريق هذا السحاب الداخلي، تتوسع معك بيعطيك مساحة زيادة زي هيك، تقدر انت تحط فيها اغراض اكثر. واذا ما بدك هاي المساحه الواسعه بتقدر ترجع تفتحها، وهون بتسكر الريبون على حاله من جوا وخلص، بتسكرها بالكامل مشان تظل محافظ على شكلها. اتوقع هذا هو السبب الرئيسي. في سيفتي لوكس على اليمين وعلى اليسار مشان ما يفتح السحاب بالغلط. اظن هذولا انتي ثيفت لوكس، يعني مضاد للسرقه. وفي فتحه كثير كبيره من ورا بقدر انا افتحها اذا بدك تحطها على شنطه السفر. وهاي اذا بدي افتحها من جنب الفاست اكسس، يعني اذا بدك ترتب كاميرتك تطولها من هون بسرعه، خصوصا انه الهيكل تاعها ماسك الشنطه بالكامل، لانه اتوقع في اطار على هذا الداير المحطوط عليه الكربون تكستشر الكربون فايبر، مشان هيك الشنطه جامده بشكل رهيب جدا صراحه. ما في شيء ثاني انت ممكن تستخدمه. انا هي السيفتي لوك او الانتي ثيفت لوك، بسكرها من هون بسكرها من هون. ممكن الاحزمه ارجع اشبكهم زي هيك. فكرتهم بسيطه جدا، يعني الهوك تاعهم جاهز، وهي الهوك الثاني كمان بتركب بسرعه. اذا بدك تستخدمهم خليني اشدها، وتثبيتهم جدا سهل، يعني بقدر اشد هاي اثبتها واشد هاي واثبتها، وهيك جاهزه للاستخدام. بالنسبه لشنطه اللابتوب بقدر افتحها من ورا، يعني ما بقدر اوصل للكاميرات والعدسات اللي موجودات تحت، لكن هاي منفصله لحال، بتقدر تحط لابتوبك هون. اتوقع بوسع 15.6 انش. هلا بجرب اجيب لابتوبي اشوف بوسع. انا لابتوبي من اكبر الشاشات، لا ما بوسع، او لا بوسع، هي ممتاز بس بيجي حشر صراحه. هاي الشنطه 25 لتر، يعني بيجي لابتوبي على القد بالضبط، مسكر عليه الزوايا. لا يعني بدك اقل، يعني هذا 15.6 انش اللابتوب اتوقع بغلب صراحه لما يسكر، يعني بدك اصغر شوي او بحشر الشنطه حشر بسكر عليها، لكن حاشرها صراحة، يعني تطلع زواياها حاشر الشنطة ما بفضل. 25 لتر هاي بتوسع اللابتوب 15.6 انش، لكن بدك تحشره حشر، يعني كثير ضيق عليه، ما اتوقع انه مخصص له. وهنا بتحط اسلاك الشواحن وكل اشي. هاي الجيبة الصغيرة ممكن انت تحط فيها التابلت وبس، وهيك بسكر عليها. الجهة الخاصة باللابتوب هاي مفصولة عن الكاميرات والعدسات، يعني لحالها موجودة. هيك اتوقع الشنطة جاهزة للاستخدام، بس خلينا نرجع الأحزمة تاعتها. عاجبني موضوع الهوك الحديد، يعني هذا مبين هيك اشي خرافي شكله. هاي بقدر اشبكه من فوق، طلعوا كيف شكله، بس بمسك الهوك بكبس وهيك بسكر عليه، ونفس الاشي الهوك من هاي الجهة. والله رهيبة هاي، يعني 25 لتر لابتوب تابلت عدسات، فيها غرفة من فوق مشان تحط فيها الفلاش او معدات ثانية، بس صراحة جميلة. وفيها كمان فاست اكسس، اذا انت لابسها على ظهرك تمسكها من هون تفتح بطول كاميرتك. اتوقع هون كمان تقدر تغير عدستك، يعني انت هون في مجال عندك لعدسه، وهون كاميرا مع عدسه، يعني بقدر اشيل القاطع اللي تحت، ومن الاخر بتقدر انت تطول كاميرتك تبدل عدستك بالاخير هي وترجعها. رهيبه صراحه هاي الشنطه، جميل حتى التكستشر جميل، هذا الكربون فايبر حلوه. يعني هاي 32 لتر. خلينا نحكي هلا عن البرو كاميرا باك باك. هاي بوسع فيها لابتوبات 17 انش، يعني هاي اكبر شيء، مش واسعه الفريم. هاي 32 لتر،
تمام؟ بداية نحكي عن أول شيء فيها الجيب اللي تحت، بس تفتحها فيها شنطة صغيرة، هاي الشنطة صغيرة يعني هاي شولدر باك، فيها الأحزام بنحط مشان تلبسها على كتفك أو تربطها على خصرك حسب، وبتوسع فيها كاميرا وعدسة بالراحة، هاي الأحزام بيجي جواتها، بسيطة جدا يعني، بس هذا صراحة مش هدفنا يعني، هاي بتنشر لحالها هاي الشنطة اللي هون الشولدر باك، لكن أنا بيهمني إذا أنت بدك تستخدم هاي المنطقة لحال، يعني هاي أنت بتحكي شنطة 32 لتر، هاي بدك تحط فيها كاميرتين وتقريبا 8 عدسات أو 10 عدسات، هاي الفواصل للمنطقة اللي تحت إذا بدك تعملهم، إذا بدك تفصلها وتقطعها إذا بدك تحط فيها عدسات، وبالنسبة للجهة اللي فوق في هاي الجيب اللي بالوجه، هاي فكرتها إذا بدك تحط فيها كليننج كيت، فلاتر، بطاريات، جيب رفيعة لكن ممتازة، ممكن تحط فيها أغراض ورق إلى آخره، الفلاتر هي مخصص لهم الجية، وإذا بدي أفتح الجيب الأكبر اللي هي بتيجي وراها شوي، هاي بنحط فيها الكاميرات والعدسات البقية، يعني بداية بتفتح زي هيك، بتحط فيها مثلا كاميرتك 28 300 70 200 مع الكاميرا زي هون، وبتحط فيها العدسات 24 70، ممكن تحط هون 17 40 50 ملي، بتحط فلاتر وفلاش ومايكات، يعني هاي بتوسع كل شيء، ومشان ما توقع لما بدك تيجي تفتح الشنطة ممكن تحط هذا الكفر الاحتياط إذا بدك بس تسحب كاميرتك، يعني بدك تسحب كاميرتك للتصوير، خلينا نجرب كاميرا مع عدسة هون، إنه بس تفتحها تطول الكاميرا تصور وترجعها براحتك، والجيب اللي هون هاي إذا بدك تحط فيها تابلت، وبتقدر أنت تفتحها من وراها لما نفتحها، بس إذا بدك تحط هون لابتوب بوسع 17 إنش بالراحة، خلينا نسكرها ونفتحها من ورا، يعني شوف هاي مخصصة للهايكنج أكثر إشي، لأنه حتى فيها هون جيب للفلاتر أو إذا بدك تحط البطاريات والممري هاي اللي بتيجي على خصرك الجيبة، ومن الجيب هون بتحط لابتوبك، هي أنا أظن بوسع بالراحة. لابتوبي 15.6 انش يعني بوسع ومسبح بالنسبة له جوا، هاي اللابتوب بوسع فيها بالراحة وبقدر اسكر عليه السحاب، ممتاز جدا، بس ما اتوقع توسع 17 انش يعني انا ممتاز، بس اكثر من هيك اظن ما يسكر عليه السحاب او بنضغط بتحشره حشر، فهي مناسبة، ما اتوقع في حد راح يطلع معاه لابتوب 17 انش يعني هذا كبيري 15.6، اكثر من هيك بصفي بدك تشتري شاشة. بالنسبة للترايبود في له اكثر من محل، اذا ترايبود كثير كبير انت بتقدر تشبكه على الاحزمة اللي هون او على الجهة الثانية كمان، اذا بدي يكون معك ستاند وترايبود ممكن انت تنزل معك اذا او ترايبود تشبكه بعدين تعمل عليه لوك عشان يثبت الترايبود في محله، بقدر اثبت الستاند الثاني او الترايبود من هون، هيك ممتاز جدا. هذول الاحزمة ما بعرف انت ممكن تحط اظن مش ترايبود ممكن تحط درون، اظن انهم مخصصين للدرون لانه انت بتقدر تشدهم وترخيهم براحتك، غير هيك القاعدة اللي تحت هاي مخصصة للترحال زي ما حكينا، فاذا بدك تحطها تراب احجارة ما تتجرح الشنطة من تحت، فإلها قواعد تقدر تركيها عليهم. صراحة عجبتني انه في غرفة خاصة بس تقدر تحط فيها الشولدر باك اذا ما بدك تاخذ الشنطة كاملة، مثلا اذا انت مسافر بتخلي الشنطة باواعيك مثلا بغرفة الاوتيل وبتاخذ الشولدر باك بتطلع فيهم تصوير وبترجع، لما بدك تسافر بتحط كل شيء بشنطة واحدة وبتطلع. رهيبة صراحة هاي حلوة، 32 لتر والله ضخمة جدا، يعني مش عارف انا كيف طالعة يا دوب بالفريم. اتمنى انها كانت مراجعة خفيفة لطيفة لكم، بس بيجي السؤال طب يا ليو اذا بدك تحيره خيره فايش اختار منهم؟ خلينا نركز على اسلوب حياتك الحالي. بداية اذا انت عندك لابتوب اول شيء بدك تفكر فيه شنطة باك باك ينحط فيها اللابتوب مع معدات التصوير، فاكيد بدك اياها شنطة كبيرة توسع حسب لابتوبك حسب حجم الشاشة تاعته. طيب يا ليو انا ما عندي لابتوب يا دوب عندي كاميرا وعدسة وفلاش، هل بستاهل اجيب شنطة كبيرة وبعدين اعبيها شوي شوي؟ ممكن حبيبي، بس صراحة مع الوقت راح تبلش تكتشف انه مش بس شنطة الكاميرا اللي راح تكون معك، يعني لسه في شنطات ستاندات، شنطات اضاءة، ريفليكتر الى اخره، فكل مكان حجم الشنطة أصغر كل مكان أفضل. متى باخذ شنطة كبيرة زي هيك؟ لما يكون عندي تصوير إيفنت كثير كبير مش قادر أعرف شو العدسات والكاميرات اللي راح أحتاجها، إذا أنا محتاج تصوير فوتوغراف مع فيديو بنفس الوقت، يعني بدي أجيب معي مايكات، بدي أجيب معي مونيتر، البطاريات وإلى آخره، فهاي كمان تحتاج فيها أنك تجيب الشنطة الكبيرة. لكن مؤخرا صراحة لأنه صار شغلي كثير أني بس بدي أطلع أصور إشي بسيط ريل للمطعم للكافيه إلى آخره، فصرت أحتاج إشي خفيف احمله احط فيه بس كاميرتي الار 5 اللي عم بصور عليها حاليا مع عدسه 2470 f2.8 هاي المارك 2، هذول الثنتين مع الفلاتر. مرات بضطر استخدم فلاتر البولارايز والاندي خصوصا لما اجي اصور فيديو بالكافيهات او بالمطاعم اللي طاولاتها بتعكس، واذا انا عارف عندي تصوير فيديو بجيب معي المايك الشوتجن او الوايرلس، واذا التصوير فوتوغراف بجيب معي بس فلاش الكاميرا وبطاريات زياده له، فهذا كله بوسع بشنطة صغيرة، أنا بفضل هاي الطريقة. أتوقع بطل بدها تفكير كثير حبيبي، حسب المعدات الموجودة عندك هذا أول شيء بدك تحسب حسابه، وثانيا شو أسلوب حياتك وشغلك، هل أنت بتصور باستوديو نادر ما تطلع، ولا أنت زي حالاتي هلا صرت جديد كل يوم أطلع على التصوير فبدي إشي خفيف أحمله بشنطة صغيرة خلاص أطلع أصور وأرجع، وهل أنت بتطلع بتصوير لاندسكيب أو تصوير خارج كثير مثلا بدك شنطة مضادة للشتاء للمطر للجو بشكل عام ما يدخل رمل،
اذا انت بتعمل هايكينج مثلا وبدك شنطه ثقيله تحط فيها مش بس معدات التصوير، ممكن كمان معداتك الشخصيه، وقتها بتحتاج شنطه ثقيله روباست بتتحمل العوامل الجويه كلها والى اخره، ومنها تحط معداتك الثانيه مش بس كاميرا وعدسات والى اخره. بكل احوال حبايبي، اذا عندكم اي اسئله او استفسارات او معدات وتحبوا نشرح عنها بالفيديوهات الجاي، تقدروا تبعثوا لي على اكونت الانستغرام او الفيسبوك @leo.hamati، او تقدروا تبعثوا لشركه يوكام نفسهم على حسابهم @yukamjo. تذكروا دائما يا حبايبي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة، وتذكروا أهلنا في غزة يا حبايبي هاي مر أكثر من 200 يوم، الحمد لله صار متوفر عندهم أكل بطريقة مناسبة بأسعار مناسبة، لكن لسه الظروف سيئة أنتم ما بتشوفوها على الشاشة قدامكم، فتذكروهم بالدعاء وتذكروا أهلنا في كل الوطن العربي. مع السلامة.